من قال أن المحبة والطيبة لا تليق بهذا الزمان؟ المحبة والطيبة تليق بكل زمان ومكان، لكنها لا تليق بكل إنسان. هناك أمران مهما قمت بالتجمل والتمثيل فلن تستطيع الاستمرار في إخفائهما، هما عقليتك وأخلاقك. اللهم ارزقني وأولادي علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا، وارزقني برهم وارض عني وعنهم. اللهم أيقظنا على رزق لم نتوقعه، وعلى خير لم نفكر به، وعلى تحقيق أمنيات ظننا أنها مستحيلة. ربنا بعزتك وجلالك صبحنا على كل خير وعلى فرج كل هم.